كيكونوا حالات تسمم في العيد الكبير، وكيكونوا حالات اللي كتستدعي كتير شي البيطري ماشي الطبيب. دونك هذه الوكاله الوطنيه للسلامه ديال المواد الغذائيه حتى هي كدير معنا في العيد الكبير، كدير مداومه طبيه اللي كيمكن لنا نرشدوا الناس. كيكونوا عندنا واحد المجموعه ديال الارقام هاتفيه اللي كنعطيوها للناس اللي كيسولوا، بحال دابا الكبده كتكون فيها شي حاجه ماشي طبيعيه، الريه كتكون فيها شي حاجه ماشي طبيعيه، كيجبروا شي ولا سمه في واحد البلايص اللي ما خصهمش يكونوا فيهم. حنا هذا الاختصاص ديالنا ما يمكنناش نعرفوا الحيوان واش مريض. حنا كنعرفوا بان الحيوان راه كيدوز على البيطاري، وعام على عام هذا الشيء ديال 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 انهم كيراقبوا الاضحيه ديال العيد كيتزاد عام على عام باش يحاولوا انهم ينقصوا من هذه المشاكل اللي في الاغنام. الا خزننا اللحم راه شكل، الا خزننا الحوت راه شكل. عندهم واحد بحال دابا يمكن لنا نقولوا اللحم بانه عنده 4 شهور الا درناه في الكونجيلاتور. دونك هذا اللحم ديال الحولي شحال كيبقى كاع عند المغاربه؟ يبقى 15 يوم 20 يوم. وكذلك هذيك القضيه ديال القديد اللي كينشفوا اللحم، هذيك يمكن لها تكون صحيه الا كانت مصاوبه مزيان، لان شحال هذه الناس راه الملحه هي اول مضيف غذائي اللي كيجعل ان المواد الغذائيه كيمكن لها تبقى صالحه واحد المده.